إذن حدث كروي تاريخي حققه المنتخب المغربي بتأهله لدور ثمن من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين لواحد. سجل المنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش هدفا في الدقيقة الثالثة ويوسف النصيري في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، فيما سجل هدف كندا الوحيد نيف أكرد ضد مرماه. وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة بسبع نقاط، ودخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات عالية وعينه على انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمن، وهو ما حصل، ولنقل أجواء الفرحة وتفاعل الجمهور المغربي على هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي سيكون معنا زميل فتح الله بوزيدي من مدينة تطوان، مها جمال من القنيطرة، وكذلك الزميلة مروة بن حليمة من مدينة سلا. وزميلة مريم سيكون أيضا معنا زميل عصام العباري من مدينة الدار البيضاء، ومحمد الريشي من مدينة طنجة، وكذلك عبد المولى بوخريس من مدينة الرباط، وهم مبعوثو قناة بي دي ان تي في لهاته المدن من أجل بطبيعة الحال نقل هاته الفرحة وهاته الأجواء التاريخية التي تعيشها معظم المدن المغربية احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي.